السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل في Computer and Network Security. احنا النهاردة هنكمل Advanced Encryption Standard، شغالين من كتاب بتاع ويليام ستولينجز Cryptography and Network Security. هنبدأ Chapter 6 Advanced Encryption Standard. احنا كنا خدنا DES Data Encryption Standard وشوفنا ان هو it's not secure مش بسبب الالجوريثم، لا بسبب ان الكي سبيس بتاعه صغير. السيرش سبيس ان انا ادور على الكي صغير، وان انا ممكن لو معايا سوبر كمبيوتر خلال ساعة اضرب الانكريبشن ديت، اسمع السايفر تكست تمام، احاول اعمل exhaustive search او بروت فورس اتاك تمام، واجيب الكي خلال ساعة. فعشان كده عمرنا ما هنستخدم DES by itself كده ان هو encryption algorithm anymore تمام، هستخدمه as building block في حاجات تانية هنشوفها المرة الجاية. النهاردة هناخد algorithm الجديد اللي هو advanced encryption standard. ده الستاندرد اللي موجود من اول سنة 2001 وهو موجود معانا. الالجوريزم دوت هو based على finite fields، عشان كده تعلمنا مع بعض finite fields قبل كده. فاحنا finite fields arithmetic شفناها مع بعض. كل الاوبريشنز الموجودة في advanced encryption standard كلها شغالة على 8 بيت بايتس، ان هو معتبر ان انا شغال على ارقام عبارة عن تتخزن في 1 بايت يعني 8 بيتس. فالاريثماتيك بتاعي addition multiplication وعكسهم subtraction and division كلهم performed over the finite field of Galois field 2 to the power 8، بمعنى ان انا عندي 256 polynomials. انا مهتم بال coefficients بتاعت البولينوميال ديت بتاعت كل ترم، الكوفيشنز ديت هتتسجل عندي في 8 بيتس. كل الاوبريشنز بتاعتي مستخدمه على جلوا فيل 2 تو باور 8، يعني انا هكون بعمل الاوبريشن مود 2 وبعد كده اخد البولينوميال كله اعمله مود سام ايريديوسبل بولينوميال سام برايم بولينوميال متعرف في الجلوا فيل دوت. الفيلد از سيت ان انا اقدر اعمل فيه addition و multiplication وعكسهم without leaving the set، يعني من غير محتاج ان الريزلت يكون بره الست ده، ان دايما لو جمعت او ضربت او طرحت او قسمت اثنين polynomials الريزلت one of the polynomials of that set. وهنعرف الديفيجن ان هي multiplication بالmultiplicative inverse. احنا عندنا جلوا فيلد 2 to the power 8 بيكون لي finite field اقدر اعمل فيه الاوبريشنز ديت كلها. عندنا another finite fields اللي هو ZP where P is some prime. كنا شفنا أقرب prime كان 251 تمام بالنسبة ل 8 bits، بس مش كناش عايزين نستخدم ZP دوت على أساس الأرقام بتاعته 0 1 2 3 لغاية 250 تمام. ليه؟ لأن عندي أرقام تانية 251 لغاية 255 ما هماش مستخدمين، فبدل ما نعمل كده استخدمنا 8 بيتس بحيث كل الـ possible values في الـ 8 بيتس دي تكون معايا ويكون معايا finite fields. Finite field arithmetic if one of the operation used in the algorithm is division، يبقى لازم الـ arithmetic ده يبقى over a field. Field معناها إيه؟ معناها إن أنا عندي عكس عملية الـ multiplication. عشان كده إحنا هنستخدم for efficient implementation احنا شغالين على integers 8 بيت integers. كل الارقام عندي من اول 0 لغايه 2 to the power n minus 1 they will fit into an n bit word. فالintegers ديت اللي هي z 2 to the power n، يعني كل الintegers من 0 لغايه 2 to the power n minus 1 هنستخدم الarithmetic over Galois field 2 to the power n. هو ده اللي احنا مستخدمينه في الديت في الadvanced encryption standard. Advanced encryption standard الانكريبشن بروسيس بتاعتي موجودة عندي في الرسمة اللي قدامي. عندي عدد من الراوندز n rounds، قبليهم بنعمل some initial transformation. بيبقى عندي البلين تكست، البلين تكست ده بيدخل بيحصل له initial transformation يتحول إلى state. الستيت بتاعتي ديت بتبقى input لراوند وتطلع output state. output state تدخل تبقى input state لراوند اللي بعديها وتبقى output state لراوند اللي بعديها and so on لغاية آخر راوند بتاخد لها input state وتطلع output state. output state ده بيتحول إلى cipher text. كل راوند بما فيهم الـ initial transformation بتاخد لها جزء من الكي، بنقول أنا عندي
راوند 0 كي للانيشال ترانسفورميشن وبعد كده من اول راوند 1 لراوند ان عندي راوند 1 كي راوند 2 كي تمام دول السب كيز اللي موجودين I have some key للالجوريزم that's shared key بين الاثنين يوزرز الانكريبتور والديكريبتور الكي دوت عباره عن ام بيتس الام بيتس دول بيحصل لهم كي اكسبانشن هنشوف ازاي بحيث ان يحصل لي كي لكل راوند عدد الراوندز قد ايه هنشوف مع بعض الكي سايز لينث بتاعه قد ايه هنشوف مع بعض دي الانكريبشن ادفانسد انكريبشن ستاندرد بيديني ثلاثة فيرجن منهم واحد منهم عندي 10 راوندز واحد 12 راوندز والاخير 14 راوندز لو جيت بصيت على اي داتا ستراكشر موجوده الاقي البلين تكست عباره عن 16 بايت دايما 16 بايت دول هيتكتبوا بطريقه ما هنشوفها مع بعض انتو ماتريكس 4x4 فانا دايما عندي ماتريكس 4x4 عباره عن 16 بايت الستيت بتاعتي 4x4 and so on اخر ستيت ال 4x4 دول هيتفكوا يبقى سايفر تكست هنشوف مع بعض ازاي الكي بتاعي برضو هيتكتب على شكل ماتريكس عدد الروز بتاعها 4 عدد الكولومز هيتحدد على حسب طول الكي بيحصل له expansion بحيث كل راوند لها سب كي عبارة عن 4x4 يعني 16 بايت أنا عندي عدد الكي لينث بتاعي في حالة إن لو أنا شغال 10 راوندز أنا محتاج 16 بايت يتحطوا في 4x4 ماتريكس بحيث أجنريت بيها عدد كيز لكل الراوندز بما فيهم راوند 0 الانيشال ترانسفورميشن لو محتاج عدد راوندز 12 هحتاج كي لينث اكبر لو محتاج راوندز 14 فهيبقى عندي 32 اللينث بتاع كي فكي يا طوله 16 بايت يا 24 يا 32 هنشوف مع بعض ازاي بيحصل اكسبانشن هنشوف مع بعض الانيشال ترانسفورميشن عباره عن ايه وكل ترانسفورميشن من دول ازاي اتعملت هنشوف مع بعض ازاي البلين تكست تتحول لماتريكس 4x4 او ال 4x4 ازاي تفكت للسايفر تكست في الاخر الانبوت بتاعي هيبقى عباره عن البلين تكست هيتحول الى 4x4 ماتريكس بان انا بكتبه كولوم ميجر يعني 16 بايت بتوع الانبوت هيتكتبوا اول بايت موجود هنا هوت تاني بايت تحتيه، تالت بايت، رابع بايت، دول هيكونوا لي أول كولوم في الماتريكس، بعد كده تاني كولوم، بعد كده تالت كولوم، بعد كده رابع كولوم، يبقى أنا تحول عندي ال 16 بايت بدل ما هم ورا بعض كده، اتكتبوا رود ميجر أوردر في الماتريكس ديت. الماتريكس ديت الانبوت دوت بتبقى لودد، بتبقى تتحط بتتسجل في الستيت، الستيت بتتحول تدخل على اي راوند تمام وبتطلع اوتبوت ستيت برضو 4x4 and so on لغايه في الاخر خالص بنشوف الستيت بتاعتي كان عندي ماتريكس 4x4 هي دي الستيت بتتغير وتتسجل في مكانها تتغير وتتسجل في مكانها في الاخر خالص باخد الاوتبوت بتاعها واحوله الى بكتبه برضو بسحبه منه كولوم ميجر بحيث يبقى السايفر تكست ده اول بايت ده تاني بايت ده تالت بايت ده رابع بايت الخامس السادس and so on لغايه اما اجيب كل البايتس بتاعتي. الداتا ستراكشر الثانيه يبقى اول داتا ستراكشر محتاجها هي الستيت ماتريكس 4x4 الداتا ستراكشر الثانيه الكي. الكي برضو هيتحط في ماتريكس عدد الروز بتاعها 4 عدد الكولومز بيعتمد على انا عندي كام بايت لو كان عندي 16 بايت الكي لينث بتاعي فيبقى انا عندي 4x4 هيتكتبوا برضو كولوم ميجر ورا بعض كده هوت انا عندي ايه اللينث الثاني انا ممكن الكي بتاعي يبقى 24 بايت او يبقى 32 بايت 24 بايت معنى كده ان انا عندي 6 كولومز في 4 روز 32 بايت يبقى انا عندي 8 كولومز و4 روز بناخد الماتريكس الأربعة في أربعة ديت وبنحولها إلى مجموعة من الوردز كل وورد أربعة بايت هنلاقي إن في الأول خالص الأربعة دول هم الأربعة وردز دول الأربعة اللي بعديهم هم دول الأربعة التلاتين الأربعة الرابعين وبعد كده هنبقى محتاجين نجنريت مور وردز هنحتاج نجنريت مور وردز
عدد الوردز دول كل أربعة منهم هيبقى عبارة عن one sub key. كل أربعة تانين هيبقى عبارة عن another sub key. الأربعة اللي بعديهم هيبقى third sub key. هدخل كل sub key على round. هنشوف الكلام دوت بالتفصيل. البارامترز اللي بتاعنا الكي سايز بتاعي عندي ثلاثة فيرجن زي ما اتفقنا، يا اما 16 بايت يا 24 يا 32، يعني يعني عدد البيتس 128 بيت كي لينث او 192 او 256، يعني 4 words او 6 words او 8 words. البلين تكست حجمه كام؟ دايما 16 بايت. دايما البلوك سايز بتاعي that's a block cipher، البلوك سايز بتاعي 128 بيت. عدد الراوند زي ما اتفقنا يا 10 يا 12 يا 14. محتاج الكي لينث، الكي اللي داخل في كل راوند السب كيز دايما 16 بايت. اللي موجودين هنا اهوت دايما 16 بايت، تمام، على شكل ماتريكس 4 في 4، او ممكن تقولوا ان هم 4 كولومز ورا بعضيهم. الاكسباندد كي سايز هيبقى عباره عن انا كل راوند محتاج قد ايه في عدد الراوندز. انا محتاج دايما 16 بايت في كل راوند او 4 ووردز. طب انا عندي كام راوند؟ انا عندي 10 زائد سم انيشال ترانسفورميشن في الاول خالص، فيبقى انا كده محتاج 11، كل واحد فيهم 4 راوند 4 ووردز، كل واحد فيهم 4 words، فبالتالي انا محتاج 44، يعني 4 في 11، هنا محتاج 4 في 13، 12 زائد initial transformation يديني 52، وهنا 4 في 15 يعني 60 word، هنا هي بالword وتضرب في 8 عشان تجيب بالبايت. دي البارامترز بتاعت advanced encryption standard. لما اجي اتفرج على الانكريبشن والديكريبشن بتاعه، برضو انا عندي الكي، عندي مجموعة من الراوندز. هناخد المثال ان انا عندي 10 راوندز، ال 12 وال 14 راوندز نفس الشيء، يا دوبك هنزود عدد راوندز في النص. هنا اهوت الكي بتاعي 16 بايت في الاول عشان هم 10 راوندز، بيحصل له اكسبانشن لمجموعة من الوردز، وردز من 0 ل 3، اول 3 وردز بيدخلوا على الانيشال ترانسفورميشن هنشرحها، وبعد كده كل 4 وردز بعد كده ورد من 4 ل 7 هيدخلوا له راوند واحد، words من 8 الى 11 يدخلوا راوند 2 and so on لغايه راوند 10 هتاخد لها اخر 4 words اللي هم من word نمره 40 لword 43 اللي هم هيكونوا موجودين في الاخر خالص في الرسمه ديت. هبص هلاقي ان كل راوند عباره عن 4 خطوات، كل راوند 4 خطوات ما عدا اخر راوند فيها 3 خطوات بس. الديكريبشن هو الجزء اللي على اليمين من الشاشه، بنبدا من تحت لفوق، يعني بياخد الكي اللي حصل له اكسبانشن برضه بيدخل معايا من الاخر للاول، وانا عايز اعكس الاوبريشن اللي اتعملت هنا. الاوبريشنز اللي عندي 4 انواع من الاوبريشنز، اول واحد بسميها اد راوند كي، ثاني واحد سبستيتيوت بايتس، Shift rows, mix column, add round key, substitute the bytes, shift the rows, mix the columns. Shift the rows, mix the columns. Substitute byte, add round key, substitute byte, shift rows, mix column. Round دول الأربعة operations اللي عندي. لما أجي أعكس add round key يبقى أنا محتاج add round key في الآخر. Add round key عبارة عن XOR، الـ inverse بتاع الـ XOR هو الـ XOR نفسها اللي هي add round key. الشيفت اللي عملته للروز هنا الـ decryptor عايز يعمل له inverse، يعني لو شفت مسافة 4 يبقى عايز أرجع مسافة 4. Substitute bytes هنعمل inverse للـ substitute bytes، لو كان عندي value تحولت لـ value تانية فأنا عايز أرجع الـ value التانية للـ value الأولانية. mix column بقت inverse mix column، اللخبطه اللي عملناها الكولوم معين هنرجعها. فانا الاوبريشنز بتاعتي كل راوند substitute byte shift row mix column add round key.
بنفس الترتيب ده. في الاول خالص هعمل add round key as an initial transformation. لما اجي ابص ان هوت الانفرس بتاعي الاد راوند كي اتعكست هنا هوت، وبعد كده برضو عندي 10 راوند كيز، 10 راوندز، كل راوند عباره عن اربعه اوبريشن، انفرس للشيفت رو، انفرس للسبستيتيوت بايت، بعد كده اد راوند كي، بعد كده انفرس للميكس كولوم بنفس الترتيب دوت، مش بالترتيب اللي فوق، الترتيب دوت عشان اعكس الاوبريشنز ديت. Shift row عكسه inverse shift row, substitute byte عكسه inverse substitute byte, add round key عكسه اني اعمل add round key زي ما هنشرحها، ومix column inverse mix column، وبكده يبقى انا عكست كل خطوه اتعملت هنا اهوت، بحيث ان في الاخر خالص احصل على plain text. يبقى كل round فيها اربع operations: substitute byte اغير content بتاع البايت، shift row mix column، وبعد كده اعمل XOR اللي هو add round key. substitute byte، shift للrows، mix للcolumn، add round key. هنا بيشرح الكلام اللي اتقال دوت. it processes the entire data block as a single matrix during each round using substitutions and permutations. هو شغال دايما array عبارة عن the key is provided as input is expanded into an array of 44 32 bit words اللي هم دول، عندي 44 word، كل word 4 bytes، 44 word كل word 4 bytes، دول 44 عشان عندي 10 round زائد some initial transformation معمولة هنا اهوت. بن expand الكي بتاعي للمجموعة ديت، هنشوف ازاي بيحصل expansion دي. الاوبريشنز بتاعتنا substitute byte، substitute byte بيعمل ايه؟ S box بتشيل value تحط value تانية مكانها. shift row كأنك بتاخد الرو وبتعمل shifting بالعرض للروز. mix column كأنك بتاخد الفاليوز اللي موجوده في كولوم معينه في الماتريكس وتدخلهم في خلاط. تدخلهم في خلاط مع بعض، تعصرهم مع بعض. وتطلع لي فاليو ثانيه، كأنك بتاخد سبستيتيوت، تعمل سبستيتيوشن للكولوم ده، للاربعه بايتس بتاعت الكولوم ده، بس مش كل واحد على حده، لا، مع بعض الاربعه في الخلاط يطلعوا لك اربعه ثانيين. والاوبريشنز كلها شغاله في جالوا فيلد 2 تو ذا باور 8. Add round key فقط عبارة عن XOR، بتديني الراوند كي وبتزودها على state XOR. السايفر بتاعي بيبدأ وبينتهي ب add round key. ممكن تبص ان الاوبريشنز بتاعتنا عبارة عن ايه، ان هو بيالترنيت بين حاجتين، بين ان هو يعمل XOR يعني بيعمل addition، وبيعمل scrambling للبلوك اللي هم الثلاثة operations التانيين. بيالترنيت بين الاد الXOR وبين ان هو يغير الكونتنت بتاع البايتس، ان هو يغير يعمل shifting او يغير يعمل mixing للكولوم او ان هو يسبستيتيوت البايت. عنده الاثنين operations دول، ممكن تفكر فيها ب هاد راوند كي هعمل الاوبريشنز الثانيه، هاد راوند كي هعمل الاوبريشنز الثانيه، هاد راوند كي وهعمل الاوبريشنز الثانيه. Each stage is easily reversible، كل واحده فيهم الانفرس بتاعها سهل زي ما هنشوف مع بعض. الديكريبشن الجوريزم بيستخدم الاكسباندد كي ان ذا ريفرس اوردر من تحت لفوق. الستيت هي نفس الستيت الثمانية الأربعة في الأربعة بايتس، بتستخدم سواء في الانكريبشن سواء في الديكريبشن. آخر راوند الانكريبشن أو الديكريبشن دايما عبارة عن ثلاثة operations بس، كل الراوندز الثانية أربعة operations. لما اجي اتفرج على الانكريبشن راوند بتاعتي، كل راوند عباره عن ايه؟ substitute bytes، shift rows، mix column،
add round key, substitute byte, shift rows, mix column, add round key, substitute byte, shift rows, mix column, add round key. اجي ابص كده اهوت substitute byte كانه بياخد byte by byte يدخلها على s box عشان تطلع له byte ثانيه. Shifting للروز بياخد كل رو by itself بيعمل له shifting. Mixing columns خد بالنا ان انا وقت الستيت بتاعتي عباره عن ماتريكس 4 في 4 اول 4 بايتس يعني ده اول كولم ثاني كولم ثالث كولم رابع كولم. هنا اهوت هياخد الكولم على بعضه يدخله في الخلاط يطلع كولم مكانه ملوش دعوه ببقيه الكولمز. شغال كان عندي كولم 1 وورد 4 بايت ال 1 وورد دوت اتحول لانذر وورد. ال 1 وورد الثاني اتحول لانذر وورد هنشوف كل خطوه من دول بالتفصيل وازاي نعكسها. وفي الاخر خالص الستيت بنعمل اكس اور على الراوند كي بايت باي بايت اكس اور اوبريشن عاديه. يبقى هي ديت كل راوند بيحصل فيها كده اهو. التلاتة راوندز الاولانيين يشتغلوا اوتوماتيك مش محتاجين الراوند كي. الراوند كي يا دوبك محتاجه when I need to add round key. يلا بينا نبدا نتفرج على الاوبريشنز بتاعتنا. اول حاجه substitute byte. substitute byte عندي s box ده ال s box بتاعي باخد 1 بايت بتشوف ال 1 بايت هنا اهوت الفاليو هتبقى كام واكتب الفاليو مكانها. لكل بايت في 16 بايت بتوع الماتريكس الستيت بشوف البايت ده هيتحول يبقى كام. تعالوا ناخد مثال اللي قدامنا ده ال s box. ال s box انا input بتاعي 1 بايت الاوتبوت 1 بايت. ال 1 بايت لما اجي اكتبه as hexadecimal هيبقى عباره عن 2 hexadecimal digits. لو افترضنا اخذنا فاليو عباره عن 5 بي فالخمسه مع البي تدينا 3 9 يبقى انا عندي 5 بي هتتحول الى 3 9. That's the S box بتاعي. الانفرس بتاعي لو انا عندي 3 9 يبقى هروح للثلاثه وامشي معاها لغايه ما اوصل للتسعه الاقي اداني الانفرس بتاعها اللي هو 5 بي. 5 بي تتحول ل 3 9 الانفرس 3 9 تتحول ل 5 بي. كل اللي انا محتاجه الماتريكس اللي قدامي عباره عن 16 في 16 يعني 256 بايت. 256 بايت اسجلهم عندي يتحسبوا يبقوا بري كومبيوتد ومتسجلين عندي مش محتاج ان انا احسب الانفرس دوت. هنشوف ازاي اتحسبت عامه عشان نبقى عارفين ازاي الاري ديت هتتحسب اول مره وتبقى متسجله عندي. دي اول خطوه اللي هي الاس بوكس سبستيتيوت بايت بياخد كل بايت يبص على الاس بوكس يطلع الفاليو بتاعته كام والانفرس بتاعته از ستريت فورورد. اول خطوه كل بايت على حده بياخدوا الاس بوكس يطلعوا الفاليو ذات جوت سبستيتيوت. الاس بوكس اتحسب ازاي؟ في الاول خالص اخد الثمانية بايتس الثمانية بيتس بتوعي راح جاب الانفرس بتاعها المالتيبليكاتيف انفرس في جالوا فيل 2 تو ذا باور 8. بعد كده عمل حول البايت ده كتبه بيتس از فيكتور 8 بيتس ضربه في الماتريكس ديت وزود عليها الفيكتور دوت عشان يطلع لي فيكتور اوف 8 بيتس كتبهم از 1 بايت. دي الطريقه اللي حسب بيها التيبل اللي فات. اخذ كل بايت حوله لمجموعه بيتس فيكتور بيتس ضرب الماتريكس ديت هنشوف اشمعنى الماتريكس ديت اختارها. المهم هي دي طريقه الحساب. الانفرس راح اخذ انفرس للاوبريشن ديت عندنا اس اوف واي واكس اللي هي ديت حول القيمه ديت للفيكتور دوت. الاوبريشن ديت از ذا انفرس اوف ذيس اوبريشن بيديها لي وفي الاخر خالص بعمل انفرس جالوا فيلد اللي هي الخطوه ديت عشان احصل على الانفرس بتاعت الفاليو. ايه الراشونال بيهايند ذيس اس بوكس؟ ليه عملها كده؟ ليه حسبها بالطريقه ديت؟ حسبها بحيث ان يبقى ريزيستنت
two known cryptanalytic attacks. الاثنين علماء اللي اخترعوا الـ advanced encryption algorithm اللاست نيم بتاعهم اخذوا اول ثلاث حروف من اول واحد وثلاث حروف من ثاني واحد ولزقوهم عملوا منهم كلمه. الالجوريزم بقى اسمه رين داي، رين من واحد وداي من الثاني. الالجوريزم اسمه رين داي. الديفلوبرز دول كانوا عايزين يعملوا ديزاين بحيث يبقى فيه لو كولوريشن بين انبوت بيتس اند اوتبوت بيتس. لما تيجي تبص الاس بوكس اللي اتعملت الانبوت والاوتبوت ما يبقاش فيه كورليشن، فيش يبقاش فيه اي ستاتستكس تمام ريليشن شيب ما بين الانبوت وبين الاوتبوت. البروبرتي ذات ذا اوتبوت از نوت ا لينير ماثيماتيكال فانكشن اوف ذا انبوت، ديت كانت حاجه مهمه عنده لان النون لينياريتي ديت بسبب قدر يحصل عليها من خلال المالتيبليكاتيف انفرس. النون لينياريتي اللي هو عملها مع اللو كورليشن خلى ما يبقاش فيه علاقه بين الانبوت والاوتبوت، وان كريبتاناليتيك اتاكس تبقى صعبه جدا. ده الراشونال ليه عمل الاس بوكس بالطريقه دي. الخطوه اللي بعد كده احنا اتفقنا كل راوند اربع خطوات: سبستيتيوت بايتس، شيفت روز، ميكس كولم، وبعد كده اد راوند كي. سبستيتيوت بايت كل بايت بص على الاس بوكس طلع البايت اللي قدامها. شيفت روز اخذ الستيت اول رو ما بصش عليه سابه زي ما هو. الرو اللي بعديه عمل له شيفت تو ذا ليفت 1 بايت سيركلر شيفت. الرو اللي بعديه عمل شيفت تو ذا ليفت 2 بايتس، البايت ديت هتيجي هنا اهوت. البايت الثالثه ديت هتمشي خطوه الثانيه هتيجي هنا اهوت. البايت الرابعه برضه هتمشي خطوه الثانيه، فالبايت الرابعه هتيجي هنا. الرو اللي بعديه برضه عمل شيفت تو ذا ليفت ثلاث خطوات، فالبايت ديت اللي على اليمين خالص هتمشي خطوه اثنين هتيجي هنا اهوت. البايت دي هتمشي خطوه اثنين وتلف تيجي هنا، عشان كده باينه انها مشت كده. البايت دي هتمشي برضو ثلاث خطوات فتيجي هنا. البايت الرابعه هتمشي ثلاث خطوات واحد اثنين ثلاثه، فالبايت الرابعه هتيجي هنا. يبقى اول رو مشى للشمال زيرو خطوه، ثاني رو مشى للشمال سيركل شيفت 1 ستيب، اللي بعديها خطوتين، اللي بعديها ثلاث خطوات. دي الشيفت رو ترانسفورميشن، وهي مرسومه ماتريكس 4 في 4، واضح ان هو بيشفت الروز. يمكن في السلايد اللي قبل كده تمام كان الشيفتات موجوده كده، بس انت مش حاسس هل هو فعلا بيشفت روز ولا بيعمل ايه، لان الداتا مكتوبه اس كولمز. بس لما تبقى مرسومه قدامك في الماتريكس الخطوات اللي فاتت ديت هتشوفها، هتلاقي كل بايت بقى فين مكانه. البايت ده فضل في مكانه، البايت الفلاني دوت راح فين، البايت دوت راح فين، البايت دوت راح فين. ده اللي كان في الرسمه اللي فاتت. طب ليه بيعمل شيفت رو؟ شيفت رو راشونال اتس مور سبستانشال ذان ات جاست ماي فيرست ابير، مش زي بس ما هو سهل هنقعد نشفت كده اهوت. لو جيت بصيت على الستيت، الستيت من الاول خالص سواء الانبوت بتاع السايفر، الانبوت بتاع الالجوريثم او الاوتبوت او الكي، كل حاجه باينه لي ان هي اربعه روز، اربعه بايت ووردز. ووردز عباره عن كولوم كولوم كولوم. الانكريبشن في الاول خالص اول اربعه بايتس اوف ذا بلين تكست ار كوبيد تو ذا ستيت. الراوند كي بتجمع الكي على الستيت دي وورد باي وورد، يعني كولوم باي كولوم. لما تيجي تعمل شيفتنج للروز معنى كده ان انت بتوزع الداتا اللي موجوده في كولوم معين على بقيه الكولومز. الداتا اللي كانت في كولوم معين بالشيفت رو، الداتا اللي كانت في كولوم معين لما اجي ابص عليها اول بايت ده فضل في مكانه، البايت اللي تحتيه راح فين؟ جه هنا. البايت اللي تحتيه الثالث اس 2 3 ده جه فين؟ تاني البايت اس 01 فضل في مكانه، اس 13 جه هنا، اس 23 جه هنا، اس 33 جه هنا. الكولوم ده اتحول للدياجونال ده. الكولوم الثاني دوت اس 02 12 22 32
الكولوم الاخير اللي على الشمال خالص ديت اس 0 0 1 0 جه هنا 2 0 3 0 بمعنى ان الداتا اللي موجوده في كولومز هتتوزع على بقيه الكولومز. سبستيتيوشن كانت بتعمل ايه؟ كانت بتاخد فاليو من مكان وتحطها في نفس المكان. ميكس كولوم يعني بياخد كولوم يغيره ويحطه في نفس الكولوم. اد راوند كي يعني بياخد كولوم يعمل له اكس اور مع كولوم تاني في تحتيه بيحطهم في نفس الكولوم، كولوم نمره 2 زائد كولوم نمره 2 يتسجلوا اوتبوت في كولوم نمره 2. سبستيتيوت بايت كان بياخد بايت في كولوم 2 يحط واحد تاني مكانه في نفس الرو نفس الكولوم. الحاجه اللي بتوزع او هتوزع الانفورميشن من كولوم لكولوم هي عمليه شيفتنج الروز ديت. ف the round key is applied to state column by column, thus a row shift it moves an individual byte from one column to the other, which is a linear distance of multiple of fours. بيشفته مسافات. ده بيخلي ايه؟ The four bytes of one column are spread out to four different columns. دي نقطة مهمة جدا لما نيجي نتكلم بعد كده على avalanche effects. تمام، وان انا اغير 1 بيت عايز اي واحد في بقيه البيتس كلها تتغير. تمام، يبقى لازم الايفكت في مكان يتوزع على كل الاماكن، مش عايز الايفكت بتاع بايت يبقى شغال بس في البايت اللي في نفس او مجموعه البايتس اللي في نفس الكولم. شيفت رو مهمه في كده. الخطوه اللي بعد كده ميكسينج للكولمز. ميكسينج للكولمز بجد انا خدت كولم 4 بايتس بتاعت الكولوم دوت هدخلهم في الخلاط هيطلعوا لي 4 بايتس يعني 1 وورد هيتحطوا في نفس المكان. الاربعه بقى الوورد اللي بعديه هيروح داخلين في الخلاط يطلعوا الكولوم الثاني. الكولوم الثالث يدخلوا الخلاط يحصل لهم ميكس يطلعوا لي الكولوم الثالث. الكولوم الرابع في الستيت يدخل الخلاط يطلع لي يتسجل في الكولوم الرابع. طب الخلاط ده بيعمل ايه؟ الخلاط بياخد 4 بايتس بياخد 1 وورد يكتبه هنا هوت ويعمل ماتريكس مالتيبليكيشن والريزلت بتاع الماتريكس مالتيبليكيشن يتكتب يبقى هو الوورد دوت. بس الماتريكس مالتيبليكيشن هناخد بالنا ان الارقام اللي فيها لما نيجي نحسب لما اجي اعمل اضرب رقم في رقم بضرب وانا شغال اريثماتيك في جالوا فيلد 2 تو ذا باور 8 بحيث ان انا اقدر اعمل انفرس لعمليه الضرب ديت لان انا شغال فاينايت فيلد جالوا فيلد 2 تو ذا باور 8. اشمعنى الارقام بقى بتاعت الماتريكس اختارها بالطريقه ديت؟ ليه؟ الاقي 2 3 1 1 في كل صف وكل عمود 2 3 1 1 مكتوبين بطريقه معينه، كل صف وكل عمود فيه 2 3 1 1 بنقول ان الكوفيشنتس بتاعت الماتريكس ديت. الناس اللي منكم دارس information theory وكودينج تمام هيبقى عارف ان عنده linear code coefficients ديت حسبوها بان هو they are based on a linear code with maximal distance between code words. الكود words ابعد حاجه عن بعضها. ده بيعمل لي ايه؟ ده بي ensure mixing, good mixing among the bytes of each column. بيخلي البايتس بتاعت الكولم لما اجي اضربها في بعضها بتتضرب كويس. The mixed column transformation مع shift row transformation يبقى انا كل بايت اثر مع الاربع بايتس اللي في نفس الكولوم. الاربعه اللي في نفس الكولوم دول اتضربوا مع بعض واثروا مع بعض ودخلوا مع بعض جود ميكس عشان يطلعوا لي الاربعه دول. يعني البايت ده هياثر في الاربعه بايتس دول. ميكس كولوم بتعمل كده. تيجي الشيفت رو تخلي البايت ده يتحرك كمان بالعرض، كل بايت في الكولوم بيتحرك للعرض باماكن مختلفه، هيبقى كل بايت بيأثر في كل بايت تاني من ال 16 بايت. The mixed column transformation combined with the shift row transformation it ensures that after few rounds all output bits موجوده عندي في الستيت او في الاخر الالجوريزم خالص they will depend on all input bits. اي بيت في output هيعتمد على اي بيت في الانبوت. احنا اتفقنا
كل راوند عبارة عن أربع خطوات substitute byte باخد كل بايت أحطها في S box وأطلع ببايت تحط مكانها shifting للروز أول رو ما بيتحركش تاني رو بيتحرك خطوة للشمال تاني رو اللي بعد كده خطوتين للشمال الرو اللي بعد كده circular left shift للشمال ثلاث خطوات عملنا mixing للcolumns مع بعض اخر خطوه اد راوند كي بجيب الراوند كي واعمل عمليه اكس اور ذا 16 بايتس او 128 بيتس اوف ذا ستيت ار بيت وايز اكس اورد مع 16 بايت اوف ذا راوند كي اوبريشن از فيود از كولوم وايز اوبريشن انت شغال بايت مع بايت بتعمل له اكس اور تحطهم كده او ان انت بتجيب 4 بايتس 1 وورد مع 1 وورد قدامه تعملها اكس اور ده هيخليني اقدر اشتغل على الهاردوير سواء 8 بيت هاردوير او 32 بيت هاردوير تاخد 1 وورد تعمل له اكس اور مع 1 وورد كانك اخذت كل واحد من البايتس مع الكورسبوندينج بايت اللي قدامها الراشونال بتاع اد راوند كي ان هو اتس فيري سمبل اتس فيري ايزي اتس فيري فاست از اس سمبل اس بوسيبل اند ات افكتس افري بيت اوف ذا ستيت كل في الستيت في كل راوند بتتغير عن طريق الراوند كي الراوند كي هيأثر في كل بيت في من الستيت كل راوند باخد لي جزء من الكي جبته بطريقه معينه and it will affect كل بيت في الستيت بحيث يبقى كل بيت في الكي في الاخر خالص بيأثر على كل بيت في السايفر تكست the complexity of the round key expansion مع the complexity of other stage of the standard it they ensure the security السكيورتي اللي موجودة عندي من الكومبلكسيتي ازاي I will expand الكي بتاعي الى مجموعة السب كيز او الراوند كيز والكومبلكسيتي بتاعت بقية الخطوات هو ده اللي بيديني السكيورتي بينما تنفيذ الخطوة الواحدة اد هي عبارة عن اكس اور تتنفذ بسهولة وبسرعة يبقى اجي ابص معايا انا في الاول خالص عندي ستيت كان الانبوت بلين تكست تسجل كولوم وايز كولوم ميجر في الماتريكس ديت بقت انبوت ستيت حصل لها اد راوند كي از ان انيشال ترانسفورميشن وبعد كده كل راوند هي عباره عن الصوره اللي قدامي الانبوت ستيت هيحصل في الاس بوكس دي عامل سبستيتيوشن للبايتس بعد كده نشفت الروز الاوتبوت دوت نعمل له ميكسنج للكولمز وبعد كده اد راوند كي ايه الانبوت بتاعي للالجوريزمز اللي ديت الاس بوكس ذاتس ان اري اسجلها في الميموري عندي البارامترز بتاعت الماتريكس ديت اسجلها عشان الانفرس هيبقى هي نفس الميكس كولوم ولكن العمليه الارقام اتغيرت فديت داتا موجوده عندي والراوند كي ده برضو داتا ده فاريبل انبوت لكل راوند الاثنين دول كونستانت انبوتس لكل راوند كل راوند لهم نفس الفاليوز بينما راوند كي ده بيتغير من راوند لراوند اخر حاجه فضلالي عشان اكون شرحت لكم الادفانسد انكريبشن ستاندرد ازاي الكي بتاعي بيتحول لراوند كيز انا عندي في الاول انا افترضت ان انا عندي الفيرجن بتاعت اي اي اس اللي فيها البلين تكست الكي بتاعي عباره عن 16 بايت البلين تكست دايما 16 بايت البلوك بتاعي دايما 16 بايت لو انا بتكلم على الكي انا اول فيرجن اللي هي فيها 10 راوندز الكي بتاعي كان 16 بايت so it takes an input a key of 4 words يعني 16 بايت and it produces 44 word اول 4 words هيروحوا الاول initial transformation add round key وبعد كده 40 word كل أربعة منهم هيكونوا لي الماتريكس 16 بايت الأربعة في أربعة words بتوع 10 rounds that's sufficient to provide a 4 word round key for the initial transformation وبعد كده هو 10 rounds كل واحدة محتاجة ماتريكس 4 في 4 يعني كل ماتريكس محتاجة كل round محتاجة 4 words في الأول خالص الكي باخده as is وحطه يبقى هو ده أول 4 words key is copied into the first 4 words of the expanded key. بعد كده دايما the remainder of the expanded key is filled in 4 words at a time.
هنا هوت لما جينا عملنا الاربعه words بتوع الكي هيبقى هم اول اربعه words دول اللي هيدخلوا الاول stage. بعد كده انا عايز اجيب الاربعه words اللي بعد كده بيجابوا ازاي one by one. هجيب اربعه bytes one word. هجيبه ازاي؟ هجيبه من الورد اللي قبليه والورد اللي قبليه باربعه. يعني ورد نمره اربعه هيجي من ورد ثلاثه وورد زيرو. ورد نمره خمسه هيجي من اربعه ومن واحد. So each added word depends on immediately preceding word and the word four positions back. معظم الحالات ثلاثة من أربعة words هيبقى XOR والرابعة هنشرحها مع بعض. يعني إيه؟ يعني لو جيت بصيت word 0 1 2 3 دول بيجوا من الانيشيال أول أربعة words بتوع الكي. بعد كده كل واحد word 7 هيجي من 6 XOR 3. word 6 هيجي منين؟ 5 XOR 2. 5 بيجي إزاي؟ 4 XOR واحد. بس انا حقيقة لما باجي بحسبهم بحسبهم اربعة الاول عشان اقدر احسب خمسة منه وبعد كده ستة عشان اجيب خمسة هتدخل فيه. كل واحد بياخد اللي قبليه XOR اللي قبليه باربعة. ثلاثة منهم XOR الاخير عبارة عن XOR للي قبليه باربعة بس مش اللي قبليه على طول. Function من اللي قبليه على طول. In three out of the four cases, a simple XOR is used. For a word whose position in the array is a multiple of four, يعني word number 8, word 4, word 8, word 12, and so on, a more complex function is used. بنجيب function اسمها G من الword اللي قبليه بواحد وهي دي اللي بعمل لها XOR مع الword اللي قبليه باربعة. يبقى دايما بعمل XOR اللي قبليه باربعة باللي قبليه ما عدا الوردز اللي هي multiple of four ديت باخد اللي قبليه باربعة بس بعمل XOR مش اللي قبليه على طول، لا XOR مع function G. الفانكشن G دي input ليها اللي قبليه على طول. طب G دي عبارة عن ايه؟ بيدخل لها الورد معينة ولتكن word 3 عشان اجيب منها word 4. تدخل word 3 عشان اجيب word 4 بيجي لي one word 4 bytes مكتوبين as 4 bytes. أول حاجة بعمل permutation ليهم دخلتهم على S box. عملت مش S box that's a P box that's permutation that's not substitution. جبت byte نمرة 0 جبتها هنا، byte 1 هنا، 2 هنا، 3 هنا. كأني عملت shift to the left one position circular shift. بعد كده كل بايت دخلتها على الاس بوكس نفس الاس بوكس اللي عندي والاوتبوت دوت مش هاخده از از، لا راح اعمل له اكس اور مع سام كونستنت. البايتس الثلاثه دول اكس اور مع زيروس هيفضلوا زي ما هم، البايت الرابع هيحصل لهم اكس اور مع سام كونستنت بسميه راوند كونستنت. كل راوند ليها كونستنت معين بحيث لو الفاليو W3 ديت بالصدفة كانت هي هي W اللي موجودة نمرة 39 output of G يبقى مختلف. لو word 3 هي word 39 هيدخلوا هما الاثنين هنا هوت، كل الخطوات دي هتفضل زي ما هما بس انا مش عايز يبقى نفس الاوتبوت، ده انا هزود constant تمام مختلف في كل راوند. فبالتالي الاوتبوت اللي هيجي لي هنا هيبقى مختلف عن الاوتبوت اللي هيجي لي هنا لو بالصدفه وورد 3 بيساوي وورد 39. يبقى انا باخد الكي بتاعي ببص له كل وورد على حده، اول اربعه بيتاخدوا زي ما هم. لو كان عندي 10 وورد، لو كان عندي 10 راوندز، لو كان عندي 12 راوند فانا عندي 6 مش 4 ووردز، فيبقى اول 6 هيتاخدوا زي ما هم. أو أول 8 لو كان عندي 14 راوند فأنا عندي 8 words تمام، فهيبقى أول 8 بيتاخدوا زي ما هم. اللي بعد كده دايما كل واحد بيبقى function من اللي قبليه وfunction قبليه بsome position. عندنا هنا هو 4 positions عشان أنا عندي 4 words. بعمل XOR من اللي قبليه واللي قبليه بأربعة
ما عدا المالتيبل اوف فورز اللي قبليه باربعه مع فانكشن جي ديت. فانكشن جي بيحصل فيها شيفت سيركولر شيفت وبيحصل فيها اس بوكس بنعمل اد لسام كونستنت الراوند كونستنت لكل راوند ليها كونستنت معين. ليه عملنا الكي اكسبانشن بالطريقه دي؟ الرين دي developers they designed the expansion key algorithm to be resistant to known cryptanalytic attacks. ليه اخذنا round dependent constant؟ يبقى constant يعتمد على round value. It eliminates the symmetry between the ways in which round keys are generated in different rounds. يعني عندي كل round الكيز بتاعتها تبقى generated بطريقه مختلفه. لو عندي round الراوند كيلو فاليو يبقى ديفنتلي الفاليو دي مش هتجيلي في راوند ثانيه مع نفس الانبوت مش هيجيلي في نفس الثانيه. The specific criteria that were used وهم بيعملوا ديزاين الكي اكسبانشن اللي لسه شرحه that knowledge of a part of the cipher key لو عرفت حته في الكي او جزء من راوند كي it does not enable the calculation of many other round key bits. لو عرفت جزء ما تقدرش تعرف الباقيين. It's an invertible transformation. كل الاوبريشنز اللي موجوده هنا تقدر تعملها بالعكس لو احتجت. السبيد الالجوريزم شغال سريع جدا. هي الاوبريشنز بيعمل ايه؟ بيعمل اكس اور. عمليه سهله جدا وسريعه. That's a processor instruction. على مستوى الهاردوير بيعمل circular left shift. That's a processor instruction نانو سكند تستخدم. That's a memory lookup. The S box دوت هديك value. You will look up في الميموري وتطلع لي ال value. كأن عندك matrix والماتريك كأن عندك array وبتعمل indexing في ال array. تدي له ال index يدي لك ال content بتاع ال array. That's an S box. وده XOR تانية. فال speed بتاعتي عالية جدا. Usage of round constants بي eliminate symmetries. كده هوت هو عمل diffusion لل cipher key differences into the round keys. لو عندي اي اختلافات between two cipher keys between two keys اي اختلافات تبقى diffused تدخل في كل الكيز. عندك round عندك cipher key معين ادالك round keys لو cipher key ده غيرت فيه بيت واحده التغيير دوت ياثر على كل الراوند كيز. في نون لينيارتي كافيه موجوده الجي ديت عملتها لنا الاس بوكس اللي حاسبينها دي اوت في نون لينياريتي. عندنا enough نون لينياريتي to prohibit the full determination of round key differences from cipher key differences. يعني لو حد قال لي بص ده كي اعمل decryption بي طب لو الكي ده غيرنا فيه بيت هل تقدر تعرف الاوتبوت التغيير هيبقى ايه؟ يقول لك لا ده انا عندي نون لينياريتي كافيه بحيث I cannot deduce the result في الاوتبوت لو انت عملت اي تغيير في الكي. واهم حاجه في الراشنال بتاع الكي اكسبانشن simplicity of description. لما جيت شرحته لكم اخذ مني كام جمله عشان اشرحه لكم. قلت لكم ايه؟ قلت لكم الوردز بتاعت الكي ببدا بيهم وبعد كده بزود عليهم وردز كل واحد اكس اور اللي قبليه باللي قبليه باربعه والمالتيبل اوف فورز وردز كل واحد اكس اور فانكشن من اللي قبليه باللي قبليه باربعه. دول ثلاث جمل قلتهم. بعد كده شرحت لكم الفانكشن جي. قلت لكم اول حاجه الوورد ببص اربعه بايتس بعمل للاربعه بايتس دول بعمل سيركلر ليفت شيفت وبعد كده بدخل على اس بوكس وبعد كده بعمل اكس اور. شرح الحته دي ما هواش صعبه. فكون في simplicity of description يخلي الناس كلها تفهم الكلام دوت. الناس كلها تقدر تاناليز الالجوريزم تقدر تطلع اي vulnerabilities اي ثغرات موجوده فيه. الكتاب بعد كده دوت مدينا شويه tables يعني مش محتاج ابص فيها. دي انا هبص فيها لو انا بعمل implementation للالجوريزم دوت مع اني مش محتاج. الكود بتاعه open موجود وعايز اديباج واتريس كل راوند الفاليوز بتاعتي. الكيوردز بتاعتي عباره عن ووردز معينه كل راوند. الحسابات بتاعتي هتبقى عباره عن ايه؟ هنا يو اد راوند كيز. هنا اهوت بيقول لك الاربع خطوات بتعمل روتيشن بتعمل سبستيتيوشن الخطوات اللي بتستخدمها عشان تحسب
الكي اكسبانشن عشان تجنريت من اول اربعه ووردز ازاي هتعمل جنريشن لل 40 وورد التانيين. دايما هنا اهوت الابليك بواحد وورد خمسه عباره عن اكس اور اللي قبليه بواحد واللي قبليه باربعه، اللي قبليه بواحد واللي قبليه باربعه. دايما كده اهوت اول واحد في كل مجموعه اللي قبليه باربعه اكس اور الفانكشن جي، وهو راح حسب لي الفانكشن جي كده اهوت على الشمال. فهو هنا اهوت كانه بيعمل لك تريسنج للالجوريزم. وده اكزامبل تاني برضو بيعمل لي تريسنج للالجوريزم، بيقول لي لو انت عندك راوند معينه الستيت كان فيها فاليوز والراوند كي كان كده اهوت، فبيحسب لي افتر سبستيتيوت بايت الفاليوز هتبقى ايه، افتر شيفت روز، افتر ميكس كولوم، بيحسب لي ايه، بيعمل تريسنج يعني. في المثال اللي قدامنا دوت بيبين لي الافالانش افكت بتاع ادفانسد انكريبشن ستاندرد. بيقول لي انت عندك اتنين بلين تكست نفس البيتس في البلين تكست، يا دوبك غيرت 1 بيت الارقام دي هيكسا ديسيمال، لو غيرت 1 بيت في البلين تكست ايه اللي هيحصل بعد 10 راوندز؟ تيجي تبص على السايفر تكست دوت ودوت تلاقي almost half of the bits هم 128 نصهم يعني تقريبا 64 بيت almost نصهم اتغير. والافالانش افكت نفس الكلام بالنسبه للكي، انا عندي نفس البلين تكست as is اتحط في الاول خالص as input state، مشيت ال 10 راوندز كل اللي اتغير الكي 1 بيت كي اتغير، برضو اداني سايفر تكست مختلفين جدا almost half the bits اتغيروا مني في المثال ده. قبل ما نكمل تعالوا نشوف هل في اي حد عنده اسئله. ما حدش رافع ايديه. حبيبه عندك اسئله؟ عملت لك انميوت. لا يا دكتور تمام. طب كليك على الياس بوتوم اللي عندك عشان الياس ديت ما احسش ان في عندك اسئله. نكمل تاني. احنا شفنا عندنا افالانش افكت سواء البلين تكست تغير لي بيت، سواء الكي تغير لي بيت، السايفر تكست تمام بيتغير بيتاثر فيهم كلهم. الحاجه اللي لسه ما ظبطناهاش مع بعض في الشرح دلوقتي، الديكريبشن بتاعتي ما هياش نفس الانكريبشن. لو جينا بصينا على الالجوريزم من الاول خالص، هل هو بيتبع فايستل ستراكشر؟ هل هو زي دي اي اس؟ دي اي اس برنامج بتاع الانكريبشن هو هو البرنامج بتاع الديكريبشن، كل الفرق الداتا. انا هنا انا بقول لك هعمل انفرس لكل خطوه، بس لو جيت بصيت على الستبس بتاعت الراوند هنا اهوت، الراوند عباره عن سبستيتيوت بايت شيفتنج روز ميكسنج كولومز اد راوند كي. الديكريبشن تبص ايه الاوبريشنز بتاعتك تلاقيها انفرس شيفت انفرس سبستيتيوت اد راوند كي انفرس ميكس كولوم. ترتيب الاربع خطوات هنا هوت عندي يختلف عن الاربع خطوات دول، ده انا كده ما عنديش نفس البرنامج، ده انا كده محتاج اعمل برنامج انكريبشن وبرنامج تاني للديكريبشن. AEX decryption cipher is not identical to the encryption cipher. The sequence of the transformation differs, although the form of the key schedules is the same. نفس الكيس بس الاوبريشنز نفسها ترتيبها اتغير. ده يديني the disadvantage ان انا I have two separate software. او لو كنت بنفذ
الالجوريزم ده in firmware module هيبقى محتاج two different firmware are needed for applications that require both encryption and decryption. لو البرنامج بتاعي محتاج encryption وdecryption مش حاجة واحدة، ممكن البرنامج بتاعي يكون بيجنريت حاجات وبيencrypt ويبعت وخلاص على كده. لو البرنامج بتاعي بيencrypt ويبعت ويستقبل حاجات يعمل لها decryption، يبقى البرنامج عايز يعمل الاثنين operations، كده محتاج two modules. عشان اخلي الديكريبشن قريبه من الانكريبشن، خليني ارجع تاني. substitute byte shift rows، انا هنا عندي inverse shift rows inverse substitute byte، كاني نفسي اعكسهم الاثنين دول. عندي mix column و add round key، بينما هنا عندي add round key قبل الـ inverse mix column. تاني عندي substitute byte shift rows بينما عندي inverse للshift rows الأول وبعد كده inverse للsubstitute byte. عندي mix column وبعد كده add round key بينما في الـ decryption عندي inverse للـ add round key اللي هي نفسها، هي عبارة عن XOR، وبعد كده inverse للـ mix column. أنا نفسي إن لو الاتنين دول اتبدلوا مع بعض، والاثنين دول اتبدلوا مع بعض، في الحالة دي هتحصل على نفس الستراكشر بتاع الكود. الانفرس بتاع الاوبريشن هو عبارة عن داتا، السبستيتيوت بايت والانفرس سبستيتيوت بايت هي الماتريك، هي الاراي اللي فيها الكودز، داتا مش كود. شيفتنج للكولمز، ميكسنج للكولمز هي عبارة عن الماتريكس اللي بضرب فيها، الانفرس بتاعها برضو ماتريكس، الكوفيشنتس تتغير، ذاتس داتا ذاتس نوت كود. شيفتنج للروز هشيفت بكام بوزيشن، ذيس بارامترز ار داتا، الانفرس بتاعها داتا برضو، تقول لي هشيفت بكام بوزيشن. فبالتالي الكود هيبقى نفس الستراكشر لو قدرت اغير التو ستيبس دول بالتو ستيبس دول. الاثنين دول يتغيروا مع بعض، الاثنين دول يتغيروا مع بعض، بس هل اقدر اعمل كده؟ هل أقدر أعمل كده؟ So two separate changes are needed to bring the decryption structure in line with the encryption structure. The first two stages of the decryption round need to be interchanged. أول اثنين اللي هو substitute byte وshifting rows. أنا عندي inverse shift rows بتتعمل قبل inverse substitute byte، نفسي أبدلهم مع بعض. وبعد كده the second two stages of the decryption round need to be interchanged، اللي هو inverse add round key، اللي هو add round key مع inverse mix column، نفسي أبدلهم مع بعض. هل أقدر؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. Interchanging inverse shift rows، هل أقدر أبدلها مع inverse substitute byte؟ تعالوا نبص كده مع بعض. Shifting rows بتغير إيه؟ بتغير الأماكن، ما بتغيرش الكونتنت. substitute byte أو inverse substitute byte بتغير إيه؟ بتغير الكونتنت، ما بتغيرش الأماكن، وبتغير الكونتنت irrelevant من المكان. يعني الفاليو الفلانية في أي مكان لو لقيت الفاليو دي هتتغير بالفاليو الثانية. فبالتالي أنا عندي أماكن بتتغير والقيم بتتغير، الأماكن بتتغير من غير ما يبص على القيم، القيم بتتغير من غير ما يبص القيمة دي في أنهي مكان. فبالتالي these two operations they commute، يعني لو غيرت مكانهم هحصل على في الآخر على نفس الريزلت. inverse shift rows affects the sequence of bytes in the state but does not alter does not change the byte content. It does not depend on byte contents to perform its transformation. Inverse substitute bytes affects the content of the bytes in the state, does not change the byte sequence. It does not depend on the byte sequence to perform its transformation. These two operations, they commute, they can be interchanged. وحبدلهم مكان بعض وهحصل على نفس a result. هل أقدر أغير الـ add round key والـ inverse mixed column؟ أجي أبص عليهم ألاقي إن add round key
والانفرس ميكس كولوم they do not alter the sequence of bytes in the state. انا عندي one word في الstate بتتغير القيمه بتاعته سواء باد راوند كي سواء الورد ده الاربع بايتس بيدخلوا في الخلاط ويطلع لي اربع بايتس يدخلوا في نفس المكان كانها another substitution اتعملت. They do not alter the sequence of bytes in the state. كله كولوم على بعضه. If we view the key as a sequence of words, both operations, they operate on the state one column at a time. من خواص these two operations that they are linear with respect to the column input. لو بصيت على الانبوت ان هو مش byte by byte وبصيت على الانبوت ان هو column by column أو word by word هلاقي ان الاوبريشنز الاثنين دول they are linear لو بدلناهم مع بعض ما فيش مشكلة تنفذ operation دي وبعد كده ديت أو العكس تمام هم linear مع بعض وبكده هوت قدرنا نعمل نحول operations بتاعتنا بقت نفس structure تمام بقى نفس structure للoperations اللي موجودة في الانكريبشن. آخر حاجة هنبص على الimplementation aspects بتاعتنا. أنا دلوقتي أنا عايز أعمل implementation للكلام ده. أبص على الoperations بتاعتي أنا شغال على one byte operations كلها. جلوة فيل to the power 8 شغال one byte operations كلها. الالجوريزم دوت if I have an 8 bit processor it will be implemented very efficiently. Add round key يدوبك عبارة عن XOR. Shifting rows عبارة عن byte shifting operation بتغير bytes مكانها. Substituting للbytes عبارة عن memory lookup. هات لي table أو array 256 byte اديني الindex هطلع لك الvalue. الindex عبارة عن قيمة من 0 255 الcontent بتاع الvalue هو دوت substitution value اللي أنا عايزها. It's memory lookup. Mix column, it requires matrix multiplication على جلوة field 2 to the power 8. يعني كل الـ operations are carried out on bytes. لو جيت بصيت على 32-bit processor هلاقي إن برضو أقدر efficiently implement الكلام ده على 32-bit processor. I will redefine the steps وكأني شغال على 32-bit words مش على 8-bit words. باخد أربعة add shift add round key عندي XOR 4 بايت مع 4 بايت 1 word مع 1 word I will be able to pre-compute 4 tables كل table 256 word كأني أنا بعمل بحسب الحسابات بتاعتي على مستوى 4 words مش 4 bytes مش 1 byte I will be able to pre-compute four tables of 256 words. Each column in each round, هحسبه عن طريق lookups وإيه شوية XOR. كل اللي هحتاجه هخزن شوية tables 4 كيلو بايت to store tables. ده كل اللي أنا هحتاجه. Designers, they believe this very efficient implementation, سواء 32-bit processor ده اللي كان موجود سنة 2001. It was a key factor إنه يتم اختيار Rinday algorithm إنه هو يكون the advanced encryption standard. Implementation بتاعته كانت very efficient. إحنا النهاردة أشرنا الـ finite field arithmetic اللي كنا شرحناها المحاضرة سابقة شفنا الـ structure بتاع advanced encryption standard الـ general structure بتاعه وبعد كده خدنا كل جزء وعملنا له detailed structure كنا بنشوف الراشنال بتاع كل خطوه ليه بنعملها عملنا key expansion وشفنا key expansion algorithm وشفنا ليه بنعمل key expansion algorithm وفي ليه في عندي round constant وليه عندي non linearity وكون الكلام ده موجود بيشيل لي السيمتري بيشيل لي السيمتري من ال round تمام الكي اللي هو generated من كل round بيبقى ما فيش عندي السيمتري وعندي enough non-linearity موجودة شفنا الأربع خطوات اللي موجودة substitute bytes shifting للrows mixing للcolumns وadd round key وليه كل واحدة بعملها ليه بغير في الcontent ليه بغير
في الروز ليه بميكس في الكولوم بطريقه معينه ليه بزود راوند كي في كل خطوه الراشنال بيهايند ايتش اوف ذيس. وفي الاخر خالص شفنا ان ايكويفالنت انفرس سايفر موجود عندي بحيث الراوند بتاع الانكريبشن يبقى ليها نفس الستراكشر بتاع الراوند بتاع الديكريبشن، ما يبقاش محتاج كود كبير مره ثانيه، سواء كود كسوفت وير او لو انا عملت امبلمنتيشن للجزء دوت اس فيرم وير ابقى محتاج كوبي ثانيه منه. شفنا الامبلمنتيشن اسبيكت وليه انا عايز اعمل امبلمنتيشن، وامبلمنتيشن ديت انا محتاجها ان هي تبقى سريعه. ليه الالجوريثم دوت تم اختياره از ذا ستاندرد؟ تمام، بسبب امبلمنتيشن بتاعته ان هي تبقى سريعه. شكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.